عليكم. اليوم عندنا سيبريسيون تاع لا غولف 7 سيستم اونتي بوليسيون او جي ار فيترا بارتيكول والكالكولاتور تاع هذا هو سيستم او دي سي 17 سي 74. اليوم راه عندنا زوج تاع لي سيبريسيون، عندنا سيبريسيون تاع الكالكولاتور هذا ولا سي 74 ولا او دي سي 17 سي 74، الفيشي تاعها راه واجد، غادي نحوس نكتبو ان شاء الله ديريكت. راه عندنا الدوزيام سيبريسيون تاع لا ماروك هذا ثاني سيستم او دي سي 17 سي بي 20. دوك ان شاء الله ندير لكم فيديو، هذه عمليه القراءه والكتابه هذا مكان، ونروحوا لكوتي ميكانيك. فوالا راني انجكتي في الفيشي تاع اللي فيه لا سوبريسيون، اولا كنا خادمينو بالوينوس با درنا اون كوريكسيون دي تشاكسون، سي البروغراماتور هو اللي يدير لا كوريكسيون اون لين، ورانا معاه. بعد ما كملنا عمليه الكتابه نروحوا نحوسوا على البروتوكول الزاوج نتاع لا ماروك، هنا سي تي سي بي سي بي 20. مش عارف لي ما جاي تبان هنا، واني مش عارف اذا كاين البروتوكول تاعو باش ولا اوكي. سي بي 20 نديرو انفورماسيون تكنيك، يعطينا هنايا لي بين اوت وين بلاصو لي بين اوت تاعنا تاع البروغراماتور، نقراو الفيشي تاعو ونافونسيو ان شاء الله. فوالا درنا لو بروتوكول تاعنا تاع لي بين اوت باش كيما راه في الصورة الموضحة هنايا، نلونسيو اون كونيكسيون. اوكي نديرو نجيو لهنايا نديرو كونيكتي، نشوفو الى طاق يدير الاتصال بالكالكولاتور. دوموندا باه دير كونتاكت، ديرو كونتاكت ونديرو اوكي ونشوفو لا كونيكسيون تاعنا لا راهي مليحه ولا لا، ولا كاش عندنا ام بين ولا ما شمتوشي مليح غادي مديرلكش لا كونيكسيون. سي بون غادير اون كونيكسيون. حنا اش نديرو؟ نقراو لو فول باك اب با اون سي جامي، يكون عندك ان بروبليم تحرك الكالكولاتور تصرالك اي تو حاجه، لو فول باك اب يكون عندك السيستم اونتي ديماراج تاعو كلش. نديرو ان او دي سي 17 سي بي 20، كود مونتير ماش عندي، من بعد نموديفي لو بري لو نون تاع الفيشي. هنا نديرو في البيرو بيسكو ما درتش ال كود مونتير، باهي يقعد لي الفيشي توجور عندي. ومادا بيك تعطيه للسيد في فلاش ديسك ولا قادر يسيبو، ماشي مشروط يخدم معاك توجور نتا ولا يكون بعيد ولا شي ولا واحد يشري عليه الطونوبيل ولا حاجه تلقاها ان شاء الله في يا ربي يجازيك عليها. هادي ماشي داخله في الخدمه، مي جو بريفير نخدم كيما هكا. نعاود دوموند لو كونتاكت باه يدير عمليه القراءه، وهنا غادي يبدا في عمليه تاع القراءه. من بعد نخدموا له فيشي تاعو ونعاودوا نكتبوه، وجماعه اللي حاب يخدم لي فيشي وما صابش مع من يخدم ولا مرحبا به عندنا. يا جماعه ها هو الفيترا بارتيكول تاع لا غولف 7 تاع الاو دي سي 17 سي 74 اللي درنا عليه فيديو. شوفوا الجهه تاع لو جي ار فيترا بارتيكول كريم لايما لي كرامين وراين بوشيا كاتاليزر نورمال ما كاع حل بالصحه ومليح، هذا يتنظف مي هذا يتسبريما. وشوفوا هنايا الفرواديسير تاع لافون جي ار، شوفوا هنا لي كلامين اللي راهم، هذا هو العدو الاساسي المحركات الجديده، هادو اسيبريمي خاوتي. فوالا ولا سيبريسيون ميكانيك راهي باينه، تقلع البارسو كومبلي باطيك تهبط الفيترا بارتيكول وكلش، وهاو لك لو تيربو. و دوك نفيديوهم نديرو ان بوشاج نديرو ان باستي تاني، وربي يوفقنا ان شاء الله، وتبقى نصيحه للجميع ان شاء الله اللي عنده لو سيستم اونتي بوليسيون يسيبريميه خاوتي، ماشي غير على خاطر الغازوال تاعنا، باسكو مام في لوروب الناس راها تسيبريمي. واحد ما كان يقول لك في لوروب كونترول تكنيك دام نعمل ايه، الناس كامل راهي تسيبريمي، ما كان لا لوروب لا مانيش عارف واش. وحتى من تسيبريمي مام لا بومب سيبليمونتير تاع لو جي ار لي توجور عندنا فيها مشاكل، باسكو جماعة تاع الفيدونش يدفقوا عليها الزيت راهي تنحرق هادي بزاف بسبب لو فيتر من يبدلوه. مام تولي ما عندها حتى فايدة من سيبريمي ولا لافانو جي ار.
بقى فوالا لو بوفينات في نهارها شويه زيرنا مولاها اخويا هادي. المهم هذا ورانا مكملين بوتونسيل جودي شاك هذاك اللي كان الحمد لله والطوموبيل ما يتمشى ولازم مولاها استحفظ عليها